انا واقف كده لسه بقول له ان جي، قامت مشاوره لواحد تاني بدون اسم. هاي طبعا في غيره بزاره. انا مش مقتنع بموضوع انه لو حد بيحب حد ما بيغيرش عليه. انا خدعه بنت لذينه ما بانش عليا. واحنا بنحبك يا شفشه. شريف ما فيش اوبشن انه حد يفكر. عبيطه دي بقى، بنت دي هبله ولا ايه؟ عارف الجو ده؟ قلت وانا بص كده، قلت يا معلم الجوازه باظت وانا غلطان جدا واسف جدا، ولا هي اللي عايز اعرفك عليها وبنتي هتقطع النهارده ولا ما تيجي هاكل علقه. شريف وانجي مبسوط جدا ان انتوا معايا النهارده، ومبسوط ان اول ظهور ليكم انتوا الاثنين مع بعض يكون في اليوم السابع من خلال البرنامج. ميرسي جدا يا سامي. عاملين ايه؟ الحمد لله تمام كويسين. اول مره انجي هتظهر في اي حاجه في الحياه، فمعيش هتبقى مكسوفه شويه. لا خالص، ده شرف لينا احنا كده، مالنا شرف كبير. ربنا يخليك. يعني كده سنه اولى جواز، ربنا يتمها على خير دايما عشرات السنين وعقبال 100 سنه. قولوا لنا بقى اول سنه في الجواز كانت اخبارها ايه؟ بعد اول سنه كده ابدا انا تبدا انت؟ لا ابدا انا. بص، هي مش عشان هي مراتي والله العظيم، انا ما حسيتش ان انا اتجوزت. انا كنت دايما بخاف من اللقطه الترانزيشن، النقله ما بين انك انت عازب زي كل الشباب اللي ممكن تبقى موجوده في الدنيا عزاب، للنقله بتاعت ان انت فجاه هتبقى متجوز ومش حته مسؤوليه. يعني الحمد لله بتعود على المسؤوليه، بس ملتزم لشخص بمسؤوليته النفسيه والمشاعر، مش المسؤوليه الماديه والحاجات دي، ان انت تبقى مسؤول عن شخص واهدافه واحلامه وكده. الحمد لله رب العالمين، يمكن من رزقي ان انا ما حسيتش السنه دي كلها. مش قادر اقول لك حاجه حسيتها غير ان انا نفس رحله الصداقه بنفس الحمد لله الطموح بنفس كل حاجه. فما عنديش حاجه اقول لك غير ان الرحله عدت لحد ما انا قاعد معاك دلوقتي، هي رحله عدت بسهوله وسلاسه. الناس تقول اول سنه اصعب سنه، الحمد لله من نعمه ربنا علينا هي احلى سنه يمكن كانت في حياتنا احنا الاثنين، وكانت سهله قوي. يا رب دايما طبعاً. كل سنه تبقى احسن من الثانيه. يا رب. طبعا في بيقول ان هي بتبقى اصعب سنه عشان يعني هي كانت بتقول كده. وفي بيقول لانه كل حد قال لي كده، تبقى احسن سنه عشان تلحق تنبسط قبل ما تخلف وتخش في مسؤوليات. انا من المدرسه دي. وانجي؟ لا، ما انا فعلا كل حد كان بيقول لي عدي بس اول سنه وبعدين خلاص او كده، بس ما حسيتش ان هي كانت صعبه خالص بصراحه. وما اعرفش يعني احنا صحاب كمان، فدايما مع بعض، شغل مع بعض، خروج مع بعض، كل حاجه مع بعض. ففعلا عدت حلوه قوي الحمد لله. يعني ما حسيتش اللي كان فيه بقى اللي الناس بتحكيه وبتخوفنا منه وكده خالص خالص خالص. طبعا بنتخانق عادي جدا. حصل خناقات يعني؟ طبعا طبعا. كم مره بس بنقطع وشنا؟ طبعا. لا بنتخانق عادي. بس بحس اللي هو انجي بتقول لا قبل ما نقول الموضوع. عارف الناس دي كده كده. لا انا تيجي لا، طب انت انا لسه ما لحقتش كام، فطبعا بنتخانق يعني عادي. بس انا ببقى فاهم هي بعدين بتقول لا. ده مش بيبقى خناق، انا شخص عنيد قوي. اللي ولا حاجه غصب عني، غصب عني عنيده. حتى مع بابي عنيده. فهو حرام اللي بيدفع تمنها دلوقتي شويه. دلعها. بس عادي. حتى الخناقات بحس حتى لو مش متجوزين اي اثنين هيتخانقوا، وحتى لو صحاب، واحد صاحبتي هتخانق معايا. فعادي يعني، كانت سنه حلوه قوي الحمد لله. الحمد لله يعني مشينا بقانونين من عند الله، من ديننا يعني. ربنا سبحانه وتعالى لما جه يوسف الجواز ما اتكلمش في الحب، فقال وجعلنا بينكم موده ورحمه. الموده اتفقنا عليها في اعلى فترات الحب والزهود. يعني لو حبينا بعض قوي وخلص الحب بعد الوقت، يفضل الموده اللي هي اعلى واسمى من الحب، دي الاستمرار. الرحمه بتيجي وقت الزعل والخناق. فاتفقنا على ان طول ما احنا بنحب بعض وجعلنا بينكم موده، وطول ما احنا في خلاف ورحمه. فانا طول الوقت بفتكر لو احنا مختلفين او بخناق، سيبك من النوم ونصحى، ممكن تنام وانت جازز على مراتك وتصحى تاني يوم عادي. بس الرحمه دايما هو البار اللي انا وهي فيه ما بنقساش على بعض بيه. يعني انا عارف ان هي غلبانه وهي طيبه وهي محترمه واختارتني وبنت ناس ودفعت عني حاجات كتير قوي. هنا الرحمه دايما بتخليني طول الوقت خايف على مشاعرها حتى وانا زعلان منها، فمش بستنى الفرصه اللي اقسى عليها. في ناس بتعمل كده للاسف وبتستغل ده قوي. عايز ارجع بيكم للبدايه، ويمكن محدش لسه يعرف بدايه معرفه شريف وانجي ازاي، بدات امتى والتفاصيل. في ناس كومن ما بيننا يعني، صحابنا بنحبهم جدا. وجيراننا كمان. انا هقول اسمه عشان هو هو السبب يعني. اسمه حسام شفيق. شفشق احنا بنحبه. هو جاري في الكومباوند. واحنا بنحبك يا شفشق. شفشق عارف بنحبك يا شفشق. كان معايا في المدرسه ويعرف شريف من هما صغيرين جدا. من سنه 2000 تقريبا، 2000 اه.
ومرات حسام برضو كانت معايا في المدرسة وصاحبتي وكده. واحنا في وقت الكورونا انا كنت عايزة اجيب كلب، فهم كانوا لسه جايبين واحد. كلب ده عايش معايا لحد دلوقتي زهقني حياتي. هو من اسباب معرفة بقى، هو سبب، هو سبب خلاص غير كده كنت موت. فهي قالت لي كلمي شريف صاحب حسام، هو شاطر قوي، شريف بيفهم قوي 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 في الكلاب ما شاء الله من هو صغير، كل الانواع ويعني شاطر جدا وبيعالج الكلاب، كل حاجه للكلاب بيعملها. فبعت له ولقى الكلب اللي انا كنت عايزاه ونزلنا جبناه. بس بعدها بقى بقت اللي هو يلا ننزل نجيب فرشه الكلب، ننزل نجيب دواء الكلب. مستغرب حاجه كده، شفتي الكلب ده جبتيه له مش عارف ايه الدراي فود لقيتي واحنا في الكورونا، فمش هينفع نروح اي حته غير محل اللي بنجيب منه الحاجه وخلاص كده. لحد بقى قلت لها اشربي قهوه، بلاش الكلب بقى. فبدانا بقى شربنا القهوه، والقهوه جابت قهوه، والقهوه جابت شاي. بس وعرفنا مين اللي بدا يعبر او يقول. هي الاول كانت هي الاول جاي فريندلي، فكانت مدياني حاجه كونفيوزنج جدا، انا مش عارف عبيطه دي بقى بتجي هبله ولا ايه، عارف الجو ده. انا مش فاهم، هي فراشه طول الوقت بس ان جنرال مع كل، هحكي ان جنرال مع كل الناس. بص انا مره كنت واقف مع مراتي حبيبتي، لا 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 طبعا مراتي، فانا بقول لقريبي بقى تعالى عرفه. ايوه عايزين بس نتكلم براحتنا ونشيل بقى كل الرسميات ونحكي. مش هقول اسم الشخص بس يا رب ما يفتكرش. لا انا بقول لقريبي، قريبي ده اقرب حد ليا في الدنيا، هو ابن خالي ومتربيين مع بعض. فبقول له هعرفك بقى على ست الحسن والجمال، الست اللي هتجوزها ادب ايه، اخلاق ايه، حياء ايه، فراشه. فقال لي يلا انا مستعد جدا. فنزلنا، فقلت له ركننا وقفنا في العربيه في الكومباوند، فقاعدين مستنيه تيجي عشان احنا في كورونا، فواقفين سنين على العربيه تشرب ايه اشرب ايه واقفين. هي دوبك جت بجد حرفيا ما لحقش يسلم عليها، جت ركنت العربيه وبتنزل، فلقت زميل ليها من ايام الجامعه معدي بالعربيه. انا واقف كده بس بقول له ان جي، قامت مشاوره لواحد تاني بدون اسمه، هاي ازيك، وقامت سايباني ومعديه الشارع، راحت سلمت عليه ووقفت، وانا بصيت قلت يا معلم الجوازه باظت وانا غلطان جدا واسف جدا، ولا هي اللي عايز اعرفك عليها وبنتي هتقطع النهارده وانا بتيجي هاكل علقه. وبعدين بقى جت اعتذرت، قلت لها ما ينفعش تعدي ابدا، ولا هي فراشه جدا وغلبانه جدا، كان في حاجات بتفوتها. احنا جايين بحس من حتت مختلفه تماما، مختلفه قوي. انا كنت عايشه في الامارات لحد هاي سكول، فقعدت كتير جدا. فانا بالنسبه لي صحابي بتوع المدرسه او صحابي بتوع الجامعه دول اخواتي، بنسافر مع بعض، نخرج مع بعض، اهلي عارفينهم وبتاع. شريف اسكندراني، اسكندراني بقى، انا بقى من بحري عارف انا مش عارف كده. انا عرفته هنا عادي، عايش الشيخ زايد جنبي عادي جدا، معرفش ان اسكندرانيه كده خالص خالص والله، ولا كهربائيه كل شويه بحركه معينه يقعد يقول لي بصي ده لسه هاي ابتدي، ولا كهربائيه ولا اي حاجه. انا كان بالنسبه لي انا صحابي عادي، احنا صحاب بنخرج جروب مش عارفه ايه. لا هو بالنسبه له انا بتعامل بتلقائيه جدا، هو بالنسبه له لا احنا لازم نبدا بقى نفكر قبل ما نعمل حاجه. بقول لك سابتني قاعد شعب، اقول لها لسه، ولا يوسف قريبي، ايوه متجري وسامع دوشه انا عادي يعني اروح اسلم عليه واجي لك يعني. ما عادي ده انت ازاي اصلا تروحي الولد؟ انا بقى المشكله عملت ايه؟ انا جبته وجاي. لا جات لي دي بقى وانا بقى صح اهلا واقف هو بس هو لحد دلوقتي ما كانش لسه عرفتك بحاجه. لا لا ما كانش لسه، بس انا كنت بقى برسم خلاص لا انا بقى ما اعرفش، ده انا الحماسه خدتني. بقول لقريبي اوعى تسلم عليها، ده حياء ايه وخجل ايه، ما تضغطش يعني عليها كده طلعني وحشه قوي. لا انت عمر ست الكل ست البنات، بس يعني بقول له ايه، اوعى تسلم عليها لا تبانك يعني، روحك ازيك ازيك يا فراشه. نزل فتحت باب العربيه سابتنا وجريت، جات لنا بواحد قال ايه ده يا معلم، قلت له ما تقلقش بدي اتقطع النهارده بشوف بقى اخرها ايه. بس بقى شخطت فيها يومها، فبدات تحس يمكن اني معجب بيها، فاتظبطت بقى يعني، شخطت فيها واديت الولد اتيتيود سامحني انا مش عارف هو مين دلوقتي بس سامحني يعني. كان بس شخطت فيها يومها كده، قلت لها هو ايه ده وازاي تعملي كده ومش عارف ايه. حتى لو زملاء، فهي حتى لو زملاء دي يمكن حسيتها ان انا مش واخد الموضوع لزملاء. فبالتالي تاني او تالت او رابع كوبايه قهوه بدا الموضوع يبقى مختلف، اللي هو واضح اني معجب او مهتم جدا. فبدانا بقى نستعبط، فضلت استعبط لحد ما قلت لها بصي انا مش هضيع وقتي اكتر من كده، انا جاي لها اكسبايرد يعني، كانت حياتي مرهقه جدا قبليها. فقلت لها انا مش هقدر اريسك، انا مش قادر اريسك ان انا اضيع اكتر من كده من عمري يعني، مش عايز ارتبط ومش جاهز، بس بشار مشاعري، انا حاسس ان انا في حته معاكي مخلياني عايز، عارف التوكسيك مليون في الميه كنت انا، اللي هو في الوقت ده اللي هو اسوء حاجه في العالم انك تقول لحد انا مش جاهز اتجوز ومش عايز ارتبط،
بس نفس الوقت انا حاسس كده ان انت هي، فانا هدمر لك حياتك. عايز بقى اعرف ايه الحاجات اللي انت حسيت ان هي دي، هي دي كل حاجه. ايه يعني؟ ايه اكتر حاجه انت شفتها في انجي قلت هي دي اللي انا عايزها؟ انسانه صافيه جدا، ما عندهاش اهداف تفوق الطبيعي. يعني في ناس دايما تحطك تحت ستريس، اللي هو انت لو ما عملتش ما تبقاش، انت محتاج توصل للحته دي عشان تبقى ده. انجي ابسط من كده جدا. انجي مجرد ان انت تجيب الورده انت كده جبت الدنيا، ومش اي ورده، السان فلاور اللي هي عباد الشمس، جبت دي انت كده جبت الدنيا. انجي بتخلي الحياه سلسه، انجي عندها الرحمه ما شاء الله عليها، يا رب يزيدك يا حبيبتي. عندها من الرحمه اللي يخليك تحب تبقى، عندها من الصداقه والتفاهم اللي يخليك تحب قعدتها. فلو هقول في انجي، سيبك من الاحترام والادب والاخلاق، لان هي وشأن بنات كتير قوي من مصر عندهم ده، بس اللي في انجي مش موجود في الدنيا بيتهيألي ومش هتلاقيه، ان انجي مزيج ما بين اجدع صاحب في العالم وارحم زوجه في العالم. الله. بيتهيألي الحمد لله. لا لا، في تثبيت كبير بس. لا تثبيت ايه ده انا. طب انجي، يعني ما اعرفش ظهور شريف في حياتك كان في أي مرحلة من عمرك، كنت بتمر بإيه، وإيه اللي خلاكي تستقري على إن هو شريف؟ تصدق هي لحد دلوقتي مش بتجاوبني على إشمعنى أنا؟ والله خالص ما تعرفش. بص أنا لما عرفت مفيش سبب معين، هي جت كده. هي جت كده، دايماً بقول له جملة بس هو ممكن يكون مش فاكرها قوي، مش اللي هو ليه شريف، أنا دايماً بقول له أنت يو جيف مي لايف، يعني مش اللي هو بقى أنت حياتي وبتاع، لا، دايماً بحس دي إضافة كبيرة قوي. انا حاجه حسيتها كده، يعني ما عرفتش اعبرها، وعمري ما قلتها قبل كده لاي حد غير اللي هو هي جيف مي لايف فعلا. خلاص، هو يعني انا كان عندي حياتي وصحابي وكل حاجه، هو ادالي فوقيها حاجه كبيره جدا جدا جدا، وانا اكتشفت حاجات جوايا ولا كنت بعبرها ولا كنت بستخدمها خالص غير معاه، وخلاني كمان اتعامل مع ناس من بيرسبكتيف تانية خالص خالص. فانا دايما كنت بقول له الجمله دي لما بقى ليه شريف، مش عارفه اقول حاجه اكتر من كده اعبر عن اللي جوايا، فاهم قصدي؟ يعني مفيش اكتر من ان هو يعني خلاكي تشوفي الحياه بشكل يمكن مختلف عن اللي انت كنت متخيله. عن نفسك كمان. وعن نفسي فعلا جدا جدا جدا، وفي حاجات كتير قوي بقى، قوي 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 قوي، يعني تفاصيل كده هي يعني سبيشال شويه ما بيننا، بس كان ليه يعني اضافه حلوه قوي انا عمري ما هنساها له. يعني ربنا يحفظكم دايما يعني. شريف، يعني علاقتكم بدات اللي انا فهمته في 2020، لحقت في خلال السنتين مثلا او الثلاث سنين دول تبقى متاكد من مشاعرك ومن ظروفك ومن كل حاجه ان هو انا مستعد للجواز، مستعد اتقدم لانجي، قادر اخد الخطوه دي دلوقتي، ولا حاسس ان الموضوع كان بشكل سريع؟ لا بص، 2020 ما كانتش طبعا ما كانتش حاجه سهله خالص. انا اتاكدت ان انجي هي الشخص اللي انا يعني حسعى اتجاهه لاخر نفس فيه. بس هل انا كان عندي قدره ان اتجوزها ولا لا؟ اقول لك لا، مش هكذب بصراحه. كنت بعيد باميال من ان انا ابقى عريس بالنسبه لشباب كتير، كنت متاخر قوي في حاجات كتير، بس هي الحمد لله كان ليها انفلونس كويس قوي عليا، كانت واقفه في ظهري وقفه قويه قوي، فساعينا في حاجات كتير، ساعيت في شغل كتير، ربنا وفقني بصراحه. هو لما بتنوي ربنا بييسر كل حاجه، يعني مش هقدر اقول لك ان انا كنت عامل حسابي على ده، انا كنت زيرو زيرو، كل حاجه زيرو، حتى التصوير كنت وقتها لسه مش في الحته اللي انا فيها النهارده، الحمد لله رب العالمين. فلا انا مش هكذب عليك، انا لا كنت اكيد هي نفسيا، انا عايز هي، بس كنت بعيد 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 عنها باميال واميال، بس ربنا الحمد لله بقى امين وفقنا، وفي 23 كانت النتيجه، يعني سعينا ثلاث سنين بجد قوي. او يعني الظهور لاول مره على السوشيال ميديا، وده الحقيقه كان سؤالي اللي عايز اتكلم معاك فيه بعدين بخصوص السوشيال ميديا، لكن ليه دايما بحس انه شريف بياخد الخطوه وبعد كده بيعلن عنها، على عكس اي ممثل اخر يعني، او اي حد ليه جمهور بيحب دايما يشارك جمهوره لحظه بلحظه، ويلوم عن كل حاجه ويدخله في تفاصيل. فهل شريف بيخاف من الحسد ولا ما بيحبش السوشيال ميديا قوي، ولا علاقته بيها؟ بص، اولا انا كسول جدا في موضوع السوشيال ميديا، متاخر قوي بالنسبه كسل بس. لا لا، هي انا كسول قوي في السوشيال ميديا، هي اللي بتبوش، يعني لحد دلوقتي متاخر جدا، وهي اللي بتبوش دايما، نزل كده اعمل كده اعلن،
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. طبعا مش حكاية بس الحسد، بس هو بلاش نقول حاجة قبل ما تحصل، ما لهاش معنى. ليه انا مش قوي على السوشيال ميديا؟ مش شخص سوشيال ميديا قوي، انا مش سوشيال ميديا فريك عامة ان جنرال يعني. بحاول اتحسن في ده، بحاول اذاكر اكتر ازاي اعمل ده، بس في شغلي باخره لحد ما اشوف الرد الفعل بتاعه موجود، بيبقى نزل في التلفزيون او 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 الناس شافته كلمتني، ببدا خلاص اقول انا اهو. قبل كده بيبقى بالنسبه لي انا على الفاضي، انت بتتكلم على حاجه الناس ما شفتهاش، مش موجوده. انا بحب قوي المبدا بتاع افعال لا اقوال، اكشنز سبيك لاودر ذان ووردز. فانا من المدرسه دي قوي. اما بقى بالنسبه للحاجه اللي حصلت، انا كنت مأجلها كلها لحد ما في فيديو طلع. طبعا يعني اكتر فيديو محقق ملايين. وصدفه احنا كنا في فرح حد يعني قريبتي، وحد صوره ونزل، ما كانش اصلا بلاند نهائي. الناس بتقعد تقول لا دول عاملين فيديو، والله يا جماعه انا كنت عارف اني بتصور ولا اي حاجه، والولد حبيبنا دلوقتي هو بنوبل اللي صوره، هو اللي عمل لي فرحي على فكره بالمناسبه، جبناه بعديها وكلمناه عشان كان الفيديو ده وانت فايرل. بس هو احنا تعرفنا قوي في كل حته بسبب الفيديو ده، لكن احنا ما كناش وعرفنا ان انتم مرتبطين بسبب الفيديو ده. بالظبط كده، ما كناش حد يعرف. لا فاميلي اند فريندز، كنت مخطوبين رسمي وقتها. بالظبط، خطبنا رسمي، والموضوع كان هنا في البيت، وكانت كل حاجه رسمي، بس كانت لو بروفايل. انا كل حاجه عندي، مش بحب البهرجه عامه ان جنرال، انا مش الشخص بيحب البهرجه في اي حاجه، كل حاجه بسيطه احلى، انا طبيعي كده. فمش عشان الحسد لانين، ما هي كله هيعرف ان هي مراتي، كله هيعرف ان هي خطيبتي، بس انا مش بحب كل خطوه وانا باكل اقول لك انا اكلت، انا باكل الجمبري ده انت شفته، الله انا باكل سوشي صورته. انا مش من مدرسه طبعا، محترمي كل الناس، مش شخصيتي، ممكن هي شخصيتها على فكره. ايوه احنا بس هي قافله اكونتات على السوشيال ميديا اعتقد، ومفيش يعني ولا هي والله حاولت تمرر موجود حاول موجود شايف بس ممنوع. المركب اللي ياراسين بتغرق، هي مش دلفين. انت اللي مانع ولا هي اللي مش حابه؟ انا مانع، حتى لو هي عايزاه احنا متفقين، هو منبر واحد اتجاه واحد. انا راجل بابليك فيجر، والدها بابليك فيجر، هي اتربت في عيله عارفه يعني ايه بابليك فيجر كويس قوي، بس هي سبورتيف قوي لده، وهي بتأيدني جدا وبتدعمني جدا. بس هي لو طلعت في ده، وده مش شغلها، مش مكانها، يا ست ما شاء الله عندها شغلها البرايفت بزنس بتاعها وعندها الفاميلي بزنس بتاعها، فهي اوريدي مش مكان يعني، مش ده الشغل بتاعك، ده شغلي او جزء من شغلي ان انا ابقى بابليك فيجر او على السوشيال ميديا. لو طلعت على السوشيال ميديا، وده مبدانا اللي متفقين عليه الحمد لله، متفقين ولا لا عشان محدش يفتكر متفقين عليه جدا. وهي مبسوطه كمان بالاتفاق جدا، هي مقتنعه بوجهه نظري، لان هي بالنسبه لنا منطقيه جدا. انت مش سوشيال ميديا، فلو طلعتي على السوشيال ميديا مش مدرستك، هتخشي مدرسه مش بتاعتك. لا قدر الله هنتخانق زي اي اتنين بيتخانقوا، هيجي يوم ورا التاني هيحصل بينا خلاف وجفا وحاجات كده، هتبقي يوم مشاعرك والستات مشاعرها بتسوقها شويه، تقومي منزله اغنيه تلقيح عليا ولا ستوري. انا مش متعود على ده، ومش دي مدرستي، وانا اصلا لو بروفايل في الحاجات دي، فهقوم داخل يا متخانق على ستوري يا منزل ستوري بقى اللي هو انا مش فاضلكم لما افضى اجيلكم، عارف الحاجات دي. فهي هتقوم منزله بوست انا حزينه وانا الحياه، فيبدا الناس تخش تسال هو ايه بيحصل، هنبقى على المشاعر. وانا مش في المدرسه دي، المركب اللي ليها راسين تغرق، فانا في الحته دي الراس الوحيده. هي في ست، هي في بيتها، هي الراس الوحيده، انا ما اقدرش ادخل في الحاجات اللي هي في حاجتها في بيتها اللي هو في بيتنا يعني. بس في السوشيال ميديا لا، انا الراس الوحيده. فهي بتظهر من المنبر بتاعي، انا متشرف بيها جدا، فخور بيها جدا، طلعت معايا ريد كاربت في الحقيقه، في الدراما هي موجوده معايا في كل حاجه في الحياه، بس في السوشيال ميديا هي من خلالي انا موجودة. طب انت لو حاسس ان ده حاجه شويه انت جاي عليها فيها، ايه المقابل اللي انت بتعمله؟ يعني ايه الدعم او شكل الدعم اللي انت بتديه لانجي عشان تحسسها انه انا مش شغلي ولا السوشيال ميديا واخدني عنك في الجزء ده؟ لا انا مفيش حاجه، انا بيتي ومراتي رقم واحد في العالم، مصدر رزقي بيجي عشان خاطرها، فربنا لما بيبعت الرزق بيقسمه، انا بعول الانسانه دي، فانا مستحيل اجي عليها ان هي رقم واحد قبل اي حاجه. انا حتى قلت لها انت وش السعد ان يوم عرفتها، حتى في مجالي في التصوير في الحاجات دي في التمثيل، هي سبب بجد نقله في حياتي سبحان الله. فلا انجي رقم واحد، ولو دخلت البروفايل او الناس دخلت بروفايل زي ما انا بحط شغلي، انا فخور جدا بمراتي ومنتمي جدا لده، فهعمل اكتر، اعمل ايه؟ اعمل ايه تاني؟ ما خلاص يعني مفيش حاجه تانيه يعني. تمام. شريف على السوشيال ميديا يبدو الشاب الصغير اللي عينه خضراء وشعر اصفر وفيديوهاته كلها هو بيرقص والناس واخده عنه انطباع معين، بس وقت ما بيتكلم فعلا بيبقى كلامه كله حد تاني خالص، ثقافه كده وراجل يعني رزين. قول لنا اكتر صفات اكتشفتيها في شريف او الناس ما تعرفهاش عن شريف.
خصوصا بعد ما اتجوزت. طبعا هقول ايه خصوصا بعد ما اتجوزت اكيد اكتشفت حاجات كتيره عن شريف. بس لا من قبل الجواز اصلا اول ما عرفنا بعض شريف كان دايما يقول لي هو انت ليه مش خايفه مني؟ اقول له ليه اخاف منك ليه؟ يعني ليه انا مش خايفه؟ كل شويه يقول لي يعني انت يعني مش خايفه مني خالص؟ اقول له لا يا شريف انا مش خايفه خالص، يعني حد ما شفتش منه حاجه وحشه فاهم؟ فليه هياخد بالانطباع ايه ده كل صوره غريبه، ده اماكن مثلا مش عارفه ايه بتاع. وبعدين مع الوقت قلت له شريف انت شخصيه كده، انت 7 شخصيات في بعض. سبعة يعني الاول كانوا 6 اتطورنا في موقف معين كده قلت ان هم 7. وبجد انا بتعامل ان هم 7 شخصيات. انا بقول له انت كل شخصيه ليها ضحكه معينه، ليها ابتسامه معينه، ليها تون صوت معين. اللي هو بقول له احنا بنصحى من النوم بشوف مين مستلم الشفت النهارده عشان اعرف اتعامل معاه. فلا هو الشريف كل حاجه وعكسها جوه الشخصيه دي كل حاجه. بس احلى حاجه انه مش اكستريم في اي حاجه، يعني احنا ودي حاجه بحبها قوي فيه، لان انا بابايا كان دايما يقول لي احنا ولا اوبن قوي ولا مقفلين قوي، خلينا دايما في النص كل حاجه. فشريف كمان كده، بس حلو قوي ان هو دايما عنده اي توبيك هتفتحها شريف هيعرف يتكلم حلو قوي. اجتماعيا، اي بقى معلومه عامه، دينيا كمان. طبعا في التمثيل هيز باشن فظيعه فظيعه فظيعه، عنده باشن غير عاديه. صحيح 6 الصبح عشان عنده اي شغل حاجه، صحيح 6 الصبح عشان عنده تصوير، بني ادم تاني خالص. فهو فعلا غير اللي على السوشيال ميديا تمام خالص. طب شغله كممثل مش بيخليكي احيانا تكوني قلقانه من فكره شهرته ممكن زياده في فتره معينه، فكره المعجبات حواليه، كل الحاجات دي فكرت فيها كويس قبل ما توافق على شريف وترتبطي بيه وتتجوزي؟ بص بصراحه انا بتمنى له ده جدا جدا، يعني انا شايفاه جدا ان هو رايح بره مصر ان شاء الله، حتى يعني في العالم كله يبقى معروف. بجد بتمنى ده جدا. من قريب قوي قلت له انا فعلا فهمت يعني ايه الممثل مش بيبقى لمراته بس، لا هو في معجبين وفي الزملاء وفي مراته، وكل دول هو غصب عنه ليهم انه طبعا بيحبوه جدا ومعجبين بيه جدا وبيجي له مسجز وكل حاجه. فانت متصارحه مع فكره يكون عنده معجبات او معجبين بشكل عام؟ انا اخترت ممثل نو واي ان انا اغير ده، ونو واي ان انا اتحكم ان حد يبعت له او ما يبعتلوش. ف يعني قعدت كتير قوي مع نفسي في الحته دي، لا وهو مش اوبشن، لازم اتعود ولازم اتاقلم وعادي جدا، وبنقعد نضحك مع بعض ونهزر مع بعض وبتاع، وبتخانق كتير جدا جدا. يلا مثاليه فظيعه. لا بتخانق كتير قوي. انا شفت انجي اتكلمت بقى يعني علت عليك في العقل. مثاليه انا لا والله ابدا، بس زي كل ده ما بيحصل. لا في حاجات طبعا بغير عليه، ما هو جوزي في الاول وفي الاخر. وانا بجد شايفه ان اي اتنين بيحبوا بعض لو مفيش غيره في حاجه غلط. انا شايفه كده، في ناس شايفه عكس كده اكيد، يعني مش حد فينا صح وغلط، او ده يمكن اللي يناسبني. انا دايما اقول له انا لو بطلت غير عليك في حاجه غلط، اتاكد ان ساعتها في حاجه غلط، اقلق بقى. وهو كمان غيور جدا، يعني لا شريف مش فكره غيور، شريف مفيش اوبشن انه حد يفكر. فاهم؟ وهو اوفر بروتكتيف قوي، اللي هو مثلا لو بس حس ان انا بصيت على شخص عشان مثلا ضايقني بكلمه، هو اوريدي فاهم كل حاجه وبياخد الاكشن. طب يا شريف مش هينفع، يا شريف مش كده، لا ما هو رايح خلاص مفيش. فلا الغيره موجوده، الخناقات موجوده، بس كتير قوي برضو بتقلب بهزار وضحك وتريقه. التوابل بتاعت العلاقات النكش ده يعني. مش اللي هو يلا بقى نقعد نتكلم عن فلانه او عن فلان عشان انا غير، لا انا غيرانه سيبني في حالي هغير شويه وخلاص. هنخبي بس، كل واحد يخبي بايد وشه كده والموبايل. أيوه. بالسلامه. ايوه بالموبايل بالسلامه، ويشاور على التاني في الحاجه اللي اقول عليها. ماشي. اوكي. مين بيعتذر الاول بعد المشاكل بصراحه؟ مين دمه خفيف اكتر؟ مين رومانسي اكتر؟ مين صبور اكتر؟
عينيه عين. كلي مميزات. مين بيقول للتاني بحبك اكتر؟ مين عصبي اكتر؟ الاثنين عصبيين. مين منظم اكتر؟ مين بيعرف يعبر عن مشاعره اكتر؟ حاجه عصبيه. كان في نوع من الانانيه بعد شفاف الحلقه. يعني والله عايز اغير رايي. تاني. طيب انا هقول لكم مجموعه من الصفات، عايز كل واحد فيكم يدي للتاني كم من عشرة فيها. تمام؟ ماشي. مش عايزين مجاملات في الموضوع. مش عايزين مجاملات في الموضوع. ما حدش يبص على وشك. اوكي. حط على وشك. ماشي. كل واحد بيثق في التاني بنسبه كم من عشرة؟ النشاط، العصبيه، الذكاء. يا سلام. والله فعلا، والله مكتوبه اهي. شريم. والله مكتوبه. بيتحمل المسؤوليه. بيبقى منظم. بيعترف بغلطه. لا ما انت جسم ملعبي. قدرته على التعبير عن المشاعر. تردد كل ده. مذاكرها اكتر. صوته حلو وهو بيغني. اخر حاجه. حاجه حلوه كان الطرف الثاني بيعملها وبعد الجواز وعدى سنه ما بقاش يعملها. اكيد في حاجه مضايقاني بس انا عشان طيبه بنسى. طيب هديه نفسه فيها وعايز التاني يجيبها لي. المفاجآت بقى. ماشي. في الثقه شريف اديته 100. انت قد ايه؟ 100. انا اديته 2000. يعني إيه اكتر. ايه ده؟ والله اديته 2000. قلت عليك يعني. قلت هتفرحي بيا ب 100. متبادله يعني، ربنا يديمها عليكم دايما. النشاط 7.5. نشيطه عني نص. ده مفيش خالص. لا شريف عينيك لسه قايله في التمثيل بيقوم بس. غير كده بس. غير كده مفيش. خالص خالص. نص. العصبيه 5. 5 برضو. 5 علينا 5 علينا. طب العصبيه دي موجوده يعني، حاسس ان هي قلت بعد الجواز ولا قلت؟ انا بالنسبه لي انا كنت 35 مليون. والله كنت عصبي. لا لا 35 مليون دلوقتي ان شاء الله الارقام تبقى اقل كمان. جاي اللي جاي اقل. اسف لك بالارقام. لا بتكلم على العصبيه. الذكاء 2. حرام عليك. 2 قوي. 2 انا زياده 9. الله بس. لا 9 و ايه 9 مش 10 ليه؟ انا مش 2. هو ايه اللي 9؟ عشان كتير جدا بقعد اشرح لك حاجه اكتر من مره. عشان مش مهم اركز معاكي بس. يلا بيتحمل المسؤولية 8. حلوين حلوين. انت جاي من ممكن اغير اجابة. اديت له 10 كانت كريمة. لان انت قلت الحاجات اللي هو مسؤول عنها وانا شايفاه شخص مسؤول. طب ما انا اديكي 8 عشان انت ساعات فرفورة بتعيطي في النص. لو سمحت اسعد. مش بتعيطي. مش بتعيطي من مسؤولياتك؟ انا بغير تحت، عارف اللي هو تحت الضغط بعيط جدا. طيب مرتب ومنظم هي 8. انا كتبت 0 وبعدين نيجاتيف. يعني شكرا وزعلانه. انا ممكن اقول انا بعمل الدولاب النهارده بكره ما فيش دولاب. يبدو ان هو شخص. لا 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 ما بقولك الدولاب. انت كل حاجه وعكسها. انت عارف اي ممثل يعني بتغير كل حاجه في كل لا حاجه. لا 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 غصب عني والله. ايه غصب عني؟ مش غصب عني هو كده يا جماعه. شكرا. الا الساعات والمحفظه والحاجات بتاعتي اكسس كلها ممنوع تتحرك مكانها. بيعترف بغلطه 7. انت مديني حاجه واحده. لا بس دي حقيقه. لا لا صح. 5. ماشي. قدرته على التعبير عن المشاعر 9. 7. يا دوب. هي اشطر منك في التعبير عن المشاعر. ايه ده والله دي جميله مريحه. شريف مش بيعبر كتير بس يوم ما بيعبر بيبقى حلو قوي. 2 مليون جنيه عشان تعرف تتكلم حلو. خدي بالك. ايوه جدا. هتسابك وين يا نزار واعبر يا نزار. صوته حلو وهو بيغني. 2 طبعا. اقول لك حاجه، انا بديله 7 لان انا مقتنع ان هو صوته حلو. والله بيبعت لي فيديوهات وهو بيغني بس هو مستحيل يغني او يغني او يبعتها. انا مقتنع ان هو صوته حلو. دي مش يعني عنده حته كده حلو. لازم اذاكر جامد عشان اعملها بس هي بتيجي بالصدفه. ماشي. الصفه اللي كان كل واحد نفسه يشيلها من التاني شريف. الفزلكه. انا بس انا اسيب انا فشوله. الاوفر ثينك. ده عشان بيحب شغله مثلا فبيفكر كتير. لا 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 في كل حاجه بيفكر دايما في اللي جاي ولا هو بشكل عام. بص لو خارجين بيفكر. اوفر ثينكينج 24 ساعه. انا بفكر في حياتي واهلي وكل الوقت. حاجه حلوه كان الطرف الثاني بيعملها قبل الجواز وبطل يعملها، انتوا الاثنين شايفين انه مفيش ولا حاجه صح. زادت حاجات حلوه فيها. دايما الحمد لله ومستمرين في الحاجات الحلوه. اوعى تضربها لبعض. اوعى تضربها. متفقين برضه على الهديه. يعني ايه ده نفس الحاجه؟ هي عربيه كل واحد ما يعرفش.
مراتي انت عايزه ايه؟ انا عايز رينج روفر. ايوه رينج روفر بس انا عايزها لون احمر. انا عايزها اي لون راتي الا الاحمر. يبقى في طبع في الموضوع خالص. احنا داخلين على طمع في بعض جامد مقطعين بعض. شريف وانجي يعني سؤالي الاخير ليكوا عشان خلاص الجو ليل علينا. من خلال علاقتكم على مدار الاربع سنين اللي فاتوا سواء قبل الخطوبه او في الخطوبه او فتره الجواز، ايه اكتر صفات شايفين ان هي مهمه ما بين اي زوجين؟ هقول رايي وبعد كده هتقول رايها. بص، اولا لو هنصح حد من الاساس، الكتمان 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 دي مشكلتنا. يعني احنا اللي يمكن بيعملنا مشاكل يعني يبقى مبسوطين او حاجه، بوم نعمل حادثه نخسر فيها ارقام في العربيه غير طبيعيه مثلا، العربيه تروح. فلا لا احنا مش احسن اكزامبل، يعني مش انا مش عايز انصح الناس لان انا مش احسن اكزامبل انصح بيه الناس، وما احناش برضو الناس اللي مسؤوله ان هي تنصح قوي الناس. بس انا هقوله من حكم انا خلفيتي ايه، واللي هيحب يعني يفهم ده ويعمله. اللي بعد ما بيننا وما بين الخلافات اشواط الحاجات المستحيله اللي هي بتبوظ العلاقات، ويا رب دايما يفضل ان احنا ماشيين زي ما رجعنا. وقت الخلافات يا جماعه الرحمه، وقت الحب المودة. التزموا باللي ربنا قال عليه مش هتوه. التزموا لايف كوتش على عيني وعلى راسي، الدكتور على عيني وعلى راسي، وثيرابي انا كل ده بحبه. مفيش احسن من دينك ورسولك عليه الصلاه والسلام ثيرابي، وكمل الاديان الاخرى سواء ايا كان اللي بتتبعه، مش هتلاقي مرجع ترجع. كل الكتب السماويه فسرت العلاقه الزوجيه وازاي تتعامل، هتلاقي بين الكلمات وبين السطور ازاي تتعامل مع مراتك، وده هيحد كتير قوي من الطلاق بكره الصبح. حتى لو في خلافات هيشيل عنك كتير قوي. بس ما تنساش النصيحه، ما تنسوش النصيحه يا جماعه، الموده في الحب والرحمه في الغضب، ربنا قسمهم الاثنين واتقالوا مع بعض. دي نصيحه الشريف. الاستاذه بقى تقول رايها. بعيدة قوي. السؤال صعب. طيب انت شايفه ايه الحاجه حتى لو كانت حاجات بسيطه بس شايفه هي دي اللي تحافظ على العلاقه بين اي زوجين، حتى لو كان بس اعتبار يتعاملوا انهم اصحاب؟ لا هو زي ما قلت لك احنا صحاب. ايوه طبعا. هما تلات حاجات، ان احنا صحاب ماشي زي ما قلت لك احنا فعلا، ودي حاجه اللي هو عادي ان احنا نزعل من بعض وهنتصالح ليتر اون، ومش لازم حته، ودي انا اتعلمتها منه اللي انا كنت بعملها، يلا نقعد حالا او يلا نتكلم دلوقتي او اي موضوع يلا بقى نقعد نعمل قعده. في مواضيع بتعدي كده، فدي حاجه مهمه قوي. تاني حاجه لو بقى مشكله كبيره قوي، لا لازم يبقى في كوميونيكيشن. شريف ساعات كتير جدا مش بيعبر، فاللي هو ممكن نطلع منه الكلام على اسبوع مثلا، على كذا يوم، فابقى فهمت انا ضايقته امتى، لحد ما يقوم مثلا قايلها في هزار، ما انت مش عارفه ايه، فابقى فاهمه ان ده اللي ضايقه، ويبقى فعلا ضايقه ومأثر فيه وشايله جواه حرام، وهو مثلا عارف ان انا مش قصدي بس غصب عنه زعل. فان احنا يبقى في بينا اللينك اللي هو خلاص انا فاهماه وهو فاهمني، حتى من غير ما نقعد ونعمل قعده، او لو قعدنا ونتكلم نتكلم بصراحه. وطبعا حاجه مهمه جدا 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 ان يفضل في ما بينا احترام. في حته معينه كده مش هينفع. انا اصلا كانجي احط نفسي في الموقف ده، ان انا ابقى اسمع كلمه ملهاش لازمه او اي حاجه، ولا انا مستحيل اجرب نظره كده من النظرات اللي بنشوفهم، ولا كلمه ولا اي حاجه. دي بالنسبه لي، لان كمان بقت بتحصل بالنسبه لي، اللي هو لا ما ينفعش خالص يبقى ده جوه البيت او يبقى ده في حياتنا، ولا خالص لازم يفضل في ريسبكت. يعني الاحترام بيقوم اي حاجه، لو يعني نصيحه للناس عشان انا افضل شايفاه بحته معينه وهو كمان يبقى شايفه بحته معينه. الموده والرحمه، الصداقه، الصحوبيه، الاحترام، طبعا الحقيقه معاني كلها جميله وصفات جميله. مبسوطين جدا ان انتوا كنتوا معانا النهارده، وبشكركم ان انتوا استضفتونا يعني في بيتكم الجميل، وان شاء الله كده دايما علاقتكم تبقى دايما في خير وسلام، ودايما تبقوا نموذج لقابل احنا بنحترمهم بنقدرهم، ومبسوطين بوجودهم على السوشيال ميديا في اطار معين يعني. والحقيقه فاجئتونا كمان باجاباتكم واحترامكم لكل كلمه بتقولوها. وشريف كمان فاجئنا الصراحه. انجي يعني اول مره نسمعها وهي بتتكلم وتتكلم وتعبر عن نفسها بشكل كبير. انا مبسوط حقيقي ان انتوا كنتوا معايا النهارده، واتمنى لكم كده ان شاء الله يعني بعد 20 و30 و40 و50 و60 سنه نتقابل تاني. نتقابل تاني. نسجل معاكم دايما كده، وتبقى قصه دايما قصه ناجحه وقصه جميله
يعني يحكيها كل الاجيال ان شاء الله. يا رب. وميرسي ليك يا سعد ونورتنا. ميرسي. شكرا 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 ليك.